بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ ازيكم يا باشمهندسات؟ يا رب تكونوا كلكم وأسركم الكريمة بألف صحة وخير وسلامة إن شاء الله. في الفيديو ده احنا هنحل مع بعض مسألتين إن شاء الله. المسألتين دولت يعني كانوا جم قبل كده في أحد الميدترمات السابقة، كان ميدترم تاني، ما كانش ميدترم أول، كان سكند ميدترم. وكان مسألتين فكرتهم الحقيقة محترمين جدا يعني. بس هستأذنكم قبل ما تشوفوا الفيديو ده، يا ريت يا ريت لو تذاكر الأول الثيفنينز كويس وتذاكر النوت فولتج كويس، بحيث تكون قادر على إنك تفهم الإيه المسائل دي وتستوعب الحل بتاعها بشكل كويس جدا. طيب طبعا أنت إذا يعني شفت من غير ما تذاكر الثيفن بشكل كويس هتفهم إن شاء الله، بس يعني يفضل تشوف كل التريكات اللي مشروحة في الفيديوز بتاعة الثيفنينز السابقة وبتاعة النوت فولتج. طب نبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول لك إيه؟ For the circuit shown in figure، رقم واحد، find the equivalent resistance seen by the independent voltage source. يعني هات ال equivalent resistance من ناحية ال independent source، يعني هات RAB. طيب كويس جدا. لا كويس يا عم، مش كويس خالص. احنا نعرف عشان نجيب R equivalent لازم يكون مديني ايه؟ كلها مقاومات، كلها resistances. هنا عندي dependent source و dependent source، اجيب R ازاي وانا عندي sources؟ صح؟ عندك حق، عندك حق. بس احنا اخدنا في سيفنينز ان انا عشان اجيب ار سيفنينز بجيب الفي تيست على اي على ار على اي تيست. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول ان ار ايكوفالنت من الناحيه دي هي نفسها الفولتج ده على المقاومه الكليه، اسف، الفولتج ده على التيار الكلي. يبقى الفولت ده على التيار الكلي يديني مين؟ ار الكليه من الناحيه دي، صح ولا غلط؟ بس بشرط ما يكونش عندي هنا اي اندبندنت سورس. هو فعلا ما فيش عندي اي اندبندنت سورس، تمام. فلو حضرتك قلت ان انا هلغي السورس ده واحط مكانه في تيست ومشي فيه كارنت اسمه اي تيست، وتقول ان الريشيو بين في تيست واي تيست هي عباره عن ار سيفرنس، او اسف، هي عباره عن ار ايكوفالنت بين اي وبي، هقول لك كلامك صح جدا جدا. بس انا بصراحه هفضل ان انا احسب بس الكارنت اللي هنا، ولما احسب الكارنت ده هقسم 20 فولت على الكارنت، هبقى انا جبت ايه؟ ار ايكوفالنت. هي بس انا هستفيد ان ال 20 فولت زي ما هي، عشان في ريكويرمنتس بعد كده غالبا مبنيه على 20 فولت. يعني مثلا طالب في مطلوب رقم بي اي فايند ذا كارنت اي اللي هو ده، والكارنت اي اكس، في مطلوب سي فايند الفي نوت، في مطلوب دي فايند ذا باور اسوشيتد وذ ذا ديبندنت سورسز. ديبندنت سورسز اللي هما مين؟ ده وده. يبقى انا محتاج ان انا احافظ على ده زي ما هو عشان اعرف اجيب كل الايه الحاجات اللي بعد كده. فبالتالي عشان اجيب ار ايكوفالنت اللي هعمله ببساطه ان انا ايه؟ هقسم الفولت ده على التيار اللي ماشي في البرانش ده، تمام. طب ايه رايك لو نحلها بنود فولتج؟ هاخد النود دي كلها كده، اخدها مثلا ايه؟ ريفرنس، وهسمي النود دي في 1، وهسمي النود دي في 2، تمام. وهقول على الكرنت اللي هنا ده اي 1، حيث الريشيو بين 20 فولت على اي واحد هي عباره عن ار اي بي اللي هو عايزه. طب هنعمل الكلام ده بقى ازاي؟ تعالى بينا نحل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نطبق نود فولتج عند نود في 1. هنعمل ايه؟ هقول في 1 ماينس في 2 على 5 اللي هو التيار في البرانش ده، زائد التيار في البرانش ده اللي هو عبارة عن V1 ماينس 20 ماينس 0 على 10 بلس التيار في البرانش ده اللي هو V1 ماينس 6 V نود ماينس 0 على مين؟ على 25 بلس 15، يبقى 25 بلس 15 يبقى ايه؟ 40 اوم. الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يبقى انا قلت التيار في البرانش ده زائد التيار في البرانش ده زائد التيار في البرانش ده، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. دي المعادله رقم واحد. تعال نعمل معادله ايه؟ النود في 2. فاقول ان الفي 2 التيار هنا زائد التيار هنا زائد التيار هنا بزيرو. نبتدي بالتيار ده، في 2 ناقص في 1 على 5 بلس في 2 ناقص 0 على 10 بلس، لا بلس ايه؟ بدل ما اقول في 2 ناقص يعني ما اعرفش الجهد هنا بكام، بس ده مديني كارنت، قيمه الكارنت في البرانش بقيمه الكارنت سورس، تمام. فاذا ايه؟ ناقص 1.5 ايه؟ اي اكس بتساوي
زيرو. ليه ناقص مش موجب؟ لان التيار ده داخل للنود اللي انا بدرسها، فبالتالي التيار ايه؟ يبقى بالماينس مش بالبوزيتيف. تمام، ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طيب كويس جدا، دول كام معادله؟ معادلتين في كام مجهول؟ في في 1 وفي 2 وفي نود واي اكس. يبقى انا عندي اربع مجاهيل بسبب ان عندي اتنين ديبندنت سورسز. طب هو في نود ده موجود فين؟ في نود موجود هنا، صح كده؟ طب هل ممكن ان انا استنتج في نود من العلاقه دي؟ ازاي؟ هو مش في نود ده الجهد على الخمسة اوم، والخمسة دي سيريس مع خمسة تانية، والجهد الكلي على المقاومتين هو نفسه الفي 2. يبقى اقدر بالفولتج ديفايدر اقول ايه؟ ان الفي نود بيساوي الفي 2 اللي هو الجهد الكلي على البرانش في المقاومة بتاعتي خمسة، على مجموع المقاومتين خمسة زائد خمسة. تمام، يبقى في نود بيساوي في 2 في خمسة على عشرة. تمام، او لو تاخد بالك بما ان المقاومتين دولت قد بعض، اذا الفي 2 هيتقسم كفولتج على المقاومتين ايه؟ بالتساوي. يعني اقدر اقول مباشرة ان في نود بيساوي في 2 اوفر 2، في 2 على الاتنين، صح كده؟ كويس جدا، ده بالنسبة للفي نود. طب بالنسبة بقى للاي اكس، اي اكس ده موجود هنا، ده سهل جدا اجيبه. هو اي اكس اتجاهه من فين لفين؟ من الشمال لليمين. يبقى في 1 ماينس 6 في نود ماينس 0 على المقاومات اللي في البرانش اللي هي 40. يبقى اي اكس ايكوال في 1 ماينس 6 في نود ماينس 0 على المقاومات اللي في البرانش اللي هي ايه؟ 40 اوم. بس كده اقدر بقى اشيل في نود من المعادله دي واحط مكانها الفي 2 على 2، واشيل اي اكس من المعادله دي واحط مكانها في 1 ناقص 6 في نود على 40، وادخل على الكالكوليتور المعادله بتاعت المعادله دي في 1 وفي 2 والمعادله دي بتاعت في 2 وفي 1، واستنتج في 1 بكام وفي 2 بكام. هيطلع معايا الفي 1 بيساوي سوليوشن بتاع الحكايه دي، ان في 1 بيساوي 12 فولت، والفي 2 بيساوي 76 على 11، يعني بيساوي 6.909 فولت. وهيطلع ان في نود بيساوي في 2 على 2، يبقى في نود بيساوي 3.45 فولت. وهيطلع ان اي اكس بيساوي في 1، بقى انا جبت في 1 وفي 2 اقدر اقول ايه؟ يبقى في 1 ناقص 6 الفي نود على ايه؟ على 40. هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي اي اكس ده ناقص 4.211 امبير. تمام، طيب يا ترى بقى الار اي بي بتساوي ايه؟ الار اي بي اللي هي دي بتساوي 24 على اي 1، يعني بتساوي 24 اسف 20 فولت. دي 24 بتساوي 20 فولت على ايه؟ على على اي 1. اي 1 حيث اي 1 بتساوي مين؟ 0 ناقص ناقص 20 ناقص في 1 على 10. يبقى على 20 ناقص في 1 على 10. ده مين؟ ده الاي 1. هيطلع بيساوي، طبعا جبنا في 1 ب 12، هيطلع ار اي بي بيساوي 25 اوم. صعب الكلام ده يا شباب؟ طيب طالب ايه كمان؟ طالب ايه قال لك انا عايز الار ايكوفالنت؟ ماشي، وطالب الكرنت عندي فايند ذا كرنتس اي واي اكس. احنا جبنا اي اكس خلاص من الحل بتاعنا، وطالب كمان الكرنت اي. طب اي ده ممكن اجيبه من البرانش ده والبرانش ده، ان هو بيساوي اي اكس زائد او ناقص بقى اي 1، يعني كان اي 1 بلس اي اللي هي الاثنين خارجين بيساوي اي اكس اللي هو داخل، او اجيبه من البرانش ده ان اقول ايه؟ ان اي ده اللي داخل وواحد ونص اي اكس خارج، وفي كارنت هنا اللي هو عباره عن في نود على خمسه اتجاهه نازل، صح؟ لان اتجاه كارنت من الجهد العالي للجهد الاقل، فيبقى الكارنت هنا اتجاهه ايه؟ نازل لتحت كده. يبقى الكارنت ده اللي هو في نود على خمسه زائد الكارنت ده اللي هو اي بيساوي مين؟ الكارنت اللي خارج هو واحد ونص اي اكس. تمام، فاقدر اقول ايه؟ ان اي بلس الفي نود على خمسه ايكوال الواحد ونص اي اكس. فاستنتج منها ايه؟ ان الاي بيساوي سالب 1.00795 امبير. تمام، او كان ممكن اجيبها مين؟ من اي اكس ماينس مين؟ ماينس الاي واحد، برضه يطلع صح برضه. طيب وطالب الفي نود، جبنا الفي نود خلاص. طالب ايه كمان؟ بيقول لك فايند ذا باور اسوشيتد وذ ذا ديبندنت سورسز. تعال نجيب الباور هنا،
عند 6 في نود. الباور عند 6 في نود بتساوي ايه؟ الفولتج قيمته 6 في نود، والتيار اي اكس. طب التيار داخل من موجب ولا داخل من السالب؟ داخل من البوزيتيف من الموجب. اذا الباور بيساوي بوزيتيف في اي، يعني بيساوي 6 في نود في اي اكس، هيطلع بيساوي 6 في الفي نود اللي هي 3.45 في الاي اكس اللي هي ماينس كذا، هيطلع بيساوي ماينس كذا 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 وات، ويكون نوعه ايه؟ ديليفرد. ليه ديليفرد؟ لان الاي اكس كانت قيمتها سالب، تمام، فيطلع قيمته ايه؟ بالماينس، فيطلع ديليفرد. طيب بالنسبه للباور عند الواحد ونص اي اكس اللي هو الديبندنت سورس الثاني، هنجيبه ازاي؟ هو ككرنت قيمته 1.5 اي اكس، بس الفولت اللي عليه بكام؟ معرفوش. طب تعالى نفرض الفولت هنا مثلا ايه؟ بلس ماينس مثلا نسميه في اي، ونعمل كي في ال في اللوب دي، كي في ال في اللوب دي، تمام. فهقول عشان اجيب الباور عند الواحد ونص اي اكس، انا محتاج اجيب مين؟ الفي الاول. طيب لما نيجي نطبق كي في ال في اللوب دي ونسميها مثلا لوب 1، وانا داخل للبطاريه دي انا داخل من سالب، ده الافتراض اللي انا فرضه، تمام، يبقى سالب في اي. طب وبالنسبه للعشرة، العشرة اوم دي التيار اللي فيها 1.5 اي اكس، يبقى بلس اي في ار، يعني ايه؟ 10 في 1.5 اي اكس. طب ليه ما قلتش ماينس اي في ار؟ لان ال 1.5 اي اكس ده ماشي من تحت لفوق، وانا فارض اتجاه دوراني مع قريب الساعه، اسف، عكس، او لا، مع قريب الساعه، فبالتالي انا طالع ايه؟ في نفس اتجاه الكرنت، تمام. يبقى اذا ايه؟ موجب اي في ار. ممكن اقول زائد 5 و5 10 في التيار ده، او اقول زائد في 2 على طول، مجهودي من هنا لهنا في 2، يبقى بلس في 2 ايكوال ايه؟ 0. من المعادله دي استنتج مين؟ استنتج الفي ايه اللي انا عايزها. جبت يا باشا في ايه؟ هقول بقى ان الباور عند الواحد ونص اي اكس بيساوي، هو التيار داخل موجب ولا سالب؟ هو جاي من تحت هنا، فهو داخل من الطرف اللي انا فرضه من تحت سالب، يبقى بيساوي ايه؟ ماينس الفي اي في الواحد ونص اي اكس. هل معنى ان هو ماينس في في اي يبقى يطلع سالب؟ لا، على حسب اي اكس موجب ولا سالب، وعلى حسب في اي موجب ولا سالب. يعني احنا اي اكس حسبناها في المساله طلعت سالب بالماينس، ففي اي لو طلعت بوزيتيف يبقى ده يطلع كونسيومد، لو في اي طلعت نيجاتيف يبقى نيجاتيف ونيجاتيف ونيجاتيف يبقى ديليفرد، هيطلع كذا 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 وات، وعلى حسب الاشاره بتاعت الفي اي هيطلع ديليفرد ولا يطلع ايه؟ كونسيومد، تمام. كان يبقى حلينا اول مساله. نروح بقى لتاني مساله عندنا، بيقول لك ايه؟ فور ذا سيركت شون ان فيجر فايند ذا فولتج في اكس، في اكس اف ذا فاليو اوف ذا لود ريزيستنس ار ال ايكوالز 5 اوم. حلو قوي، ممكن تحط ار ال ب 5 اوم وتحسب ايه؟ بالنود فولتج او بالمش كارنت او باي تكنيك انت عايزه تستنتج مين الفي اكس بكذا. بس انا لو منك اوعى تعمل كده، استنى واقرا بقى السؤال. ايه بقى السؤال؟ فايند ذا نيوميريكال فاليو اوف ار ال فور ماكسيمم باور ترانسفير. تاني حاجه فايند، او تالت حاجه فايند ذيس ماكسيمم باور ترانسفير، يعني دي مساله ثيفنين، دي مساله ثيفنين، هجيب في ثيفنين واجيب ار ثيفنين، بعدين اجيب ايه؟ الماكسيمم باور. طب ايه علاقه دوت بار ال اللي هي ب 5 اوم؟ هنعرف كمان شويه، تمام. بس القصد ان دي مساله ايه؟ مساله ثيفنين. فانت لو حليتها في الجزء الاولاني وجبت الفي اكس عند ار ال، هتحلها صح مش غلط، بس هتلاقي نفسك محتاج تحل المساله 3 مرات. فاحنا الاسهل ان احنا نحلها ايه؟ مره واحده بس، بحيث نجيب ايه؟ في 7 ونجيب ار 7 ونخلص المساله كلها، تمام. طيب عشان اجيب في 7 هعمل ايه؟ هتلاحظ هو عايز بين الار ال عند مين؟ عند بين طرفين ايه وبي. يبقى انا عشان اجيب في 7 محتاج اديس كونكت اللود، يعني اشيل ار ال، ويبقى في 7 هو فرق الجهد بين ايه وبي اللي هو بلس ماينس في 7، هو نفسه دلوقتي في اكس. طب هل في اي حاجه في المساله بتديبند على في اكس عشان اغير اسمها من في اكس واسميها في 7؟ اهو ده في اكس على الاثنين، يبقى اقدر اشيل في اكس الاثنين واحط مكانه ايه؟ في 7 على الاثنين. يبقى اذا هستاذنكم انا رسمت المساله مره ثانيه، تمام، بس بدل ما هنا في اكس هسميها ايه؟ بلس وماينس في 7، وبدل ما دوت في اكس على الاثنين هسميه في 7 على الاثنين. وتعالى يا باشا نحل المساله.
تعالى نحلها مثلا بالنود فولتج. تحب تاخد الريفرنس فين؟ في بعضكم قال هاخد الريفرنس هنا، ما استفدتش حاجه، مش هقدر اسمي الجهد هنا ايه سالب 10 فولت لان في كارنت سورس في النص. طب واحد قال هاخد الريفرنس هنا، مفيش مشكله، اقدر اسمي ده ايه سالب 2 واي اكس، فعلا صح مفيش غلط. بس اوعى تاخد الريفرنس هنا وتسمي ده في سيفرنز على الاثنين، لا ده كارنت مش فولتج، ده كارنت يا باشمهندس مش فولتج، ما اقدرش اسمي الفولت على اسمه، هو كارنت بس بيديبند على قيمه فولتج كرقم، كقيمه نيوميريكال فاليو من الفولتج. انا بصراحه هفضل اخد الريفرنس في النود دي، هي مش فارقه بس انا النود دي يعني عجباني اكتر شويه، اقدر ساعتها اسمي النود دي 2 اي اكس لان في عندي هنا فولتج سورس ماينس بلس، فالماينس عند الجراوند يبقى البوزيتيف هنا عند ال 2 اي اكس، والنود اللي تحت دي بعد اذن حضراتكم انا هفضل ان انا اسميها 4 اي اكس، انا ممكن اسميها في 1، ممكن اسميها في 2، اسميها اي حاجه، بس انا ليه هسميها 4 اكس؟ خلي بالك الجهد هنا بزيرو بالنسبه لي صح، والتيار هنا باي اكس، والمقاومه ب 4 اوم، ففرق الجهد بايه؟ اي في ار صح، والتيار بادئ من النود دي ومنتهي عند الزيرو، يعني الجهد هنا اعلى من الزيرو صح، يبقى فرق الجهد بيساوي اي في ار، يعني 4 في مين؟ في اي اكس، فانا هسمي النود دي 4 اكس. في حاجه ناقصه؟ اه ناقص النود دي، اسميها ايه؟ اوعى تقول 10، لا مش 10 لان في ايه كارنت سورس تاني، فاسميها مثلا في 1 تمام. تعالى بقى نعمل معادله ايه النود دي والنود دي والنود دي عشان نجيب مين؟ نجيب الايه الفي 7، لا ثانيه واحده، اوعى تعمل معادله نود فولتج عند النود دي لانها واصله بايديال فولتج سورس، فانت عشان تطبق نود فولتج عند النود دي فانت هتفرض كل التيارات في البرانشز اللي حواليها، التيار هنا بفي 7 على الاثنين مفيش مشكله، التيار هنا ب 2 اي 7 اسف 2 اي اكس ناقص 4 اي اكس على 2، لكن التيار هنا بكام؟ اوعى تقول التيار هنا ب 2 اي اكس، لا ده فولتج، فالتيار هنا هتضطر انك تفرده وتسميه مثلا اي 1 اي 2، فهتزود على نفسك مجهول. لذلك عند تطبيق النود فولتج ما تطبقش عند نود فيها ايديال فولتج سورس، فبالتالي على الرغم ان المساله دي فيها نود 2 3 والريفرنس، لا انا لما اجي اطبق نود فولتج هطبق عند نود في 1 وعند نود اي 4 اي اكس تمام. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي معادلة ايه ال 4 اي اكس. هقول التيار في البرانش ده اللي هو 4 اي اكس ناقص 2 اي اكس على 2 اللي هو الجهد ده ناقص الجهد ده على المقاومة دي، زائد التيار في البرانش ده اللي هو 4 اي اكس ناقص 0 على 4، يبقى 4 اي اكس ناقص 0 على 4 زائد التيار في البرانش ده اللي هو 4 اي اكس ناقص في 1 على 25، 4 اي اكس ماينس في 1 ديفايدد باي 25، الكلام ده كله ايكوال ايه؟ ايكوال 0. طيب تعالى نعمل معادله النود دي، فهقول التيار في البرانش ده اللي هو ماينس في 7 على 2 بلس التيار في البرانش ده اللي هو كام؟ اوعى تقول لي 10، لا مش 10 فولت، 10 امبير اللي هو التيار ايه الكارنت ده. واحد يقول لي طب ده ايه؟ ما ده اوبن سيركت مش موجود، يبقى بلس ايه؟ التيار في البرانش ده كله بال 10 امبير بلس التيار في البرانش ده اللي هو في 1 ماينس 4 اي اكس على مين؟ على 25، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0 صح؟ في 1 ماينس 4 اي اكس على 25 تمام. دول كام معادله؟ معادلتين في كام مجهول؟ اي اكس وفي 1 وفي 7، ثلاث مجاهيل. اخ محتاج معادله ثالثه، واوعى تعمل المعادله دي اوعى تعملها. طيب اعمل ايه؟ انا لو منك ما عنديش او ما فيش في رايي حل بصراحه غير اللوب دي، هسميها لوب 1. هي دي تنفع؟ اه طبعا تنفع. هي اللوب دي عباره عن ايه؟ المقاومه ال 25 والفولتج سورس 10 فولت وفرق الجهد بين الـ A والـ B اللي هو في 7، أنا كده قفلت كلوز ذا باث وعملت اعتبار لكل الفولتجز اللي أنا مريت بيها، يبقى أنا إيه أقدر أطبق كي في ال في اللوب إيه دي اللي هي لوب 1. فهبتدي مثلا بالنود دي، يبقى أقول إيه؟ أول حاجة عديت عليها الـ 10 فولت، يبقى أقول عند لوب 1 10 بلس الـ في 7، دخلت من موجب ولا من سالب؟ من موجب، يبقى بلس إيه في 7 تمام بلس فرق الجهد بين النود دي والنود دي عباره عن ايه؟ انا داخل من هنا لهنا، يبقى الجهد ده
ناقص الجهد ده، يبقى 4 اي اكس ماينس في 1. خلاص كده انا ايه قلت الجهد ده زائد الجهد ده زائد الجهد ده ناقص ده اللي هو فرق الجهد يعني بين دي ودي، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. يبقى انا كده عندي معادله 2 3 في 3 مجاهيل جبنا مين؟ في 7. يلا بينا تعالوا نعملهم على الكالكوليتور كده بسرعه. هعمل مود واختار 5 اللي هي ايكويشن، واختار رقم 2 اللي هي ايه 3 معادلات في 3 مجاهيل. انا هسمي الاي اكس هو ايه المجهول اللي هو الاولاني، والفي 1 الثاني، والفي 7 الثالث. ولا اقول لك معلش انا هخلي في 7 هي الاولاني عشان اخلص منها. في 7 هي اول واحد، فاول معادله دي ما عنديش في 7، فاقول ايه 0 يساوي اي اكس عندي 4 على 2، لا 4 ناقص 2 يعني 2 على 2 يعني 1، زائد 4 على 4 يعني 1، زائد 4 على 25. الكلام ده بيساوي ايه؟ ده كده ايه المعامل بتاع ايه اي اكس. طب وفي 1 ماينس 1 على 25، هل في حاجة هنا حد مطلق أو رقم يعني من غير أي أي فاريبل؟ مفيش. يبقى إذا إيه الحد المطلق بزيرو. تعالى المعادلة التانية، ها عندي في 7 عندي سالب 1 على 2. طب بالنسبة لأي إكس عندي أي إكس إيه سالب 4 على 25، سالب 4 على 25 يساوي هل في في 1؟ في في 1، في 1 على 25 تمام. يبقى ايه 1 على 25 يساوي، هل عندي بيساوي رقم؟ بس العشرة دي اوديها الناحية التانية تبقى سالب 10، يبقى سالب 10 تمام. طيب المعادلة التالتة عندي في سيفرنس، عندي 1، عندي اي اكس عندي 4، عندي في 1 عندي ناقص 1، عندي حد مطلق عندي 10 يروح الناحية التانية ماينس 10 يساوي. يساوي بقى قال لك الفي سيفرنس طبعا بنسمي ايه اول مجهول في 7، تاني مجهول اي اكس، ثالث مجهول في 1. يبقى الاكس اللي هو اول مجهول في 7 بيساوي سالب 520 على 27. يعني انا مش متاكد بصراحه ان انا حاسب ايه مظبوط ولا اخطات في التعويض على الكالكوليتور، بس يعني ايه لو احنا تعويضنا صح يطلع بالرقم دوت، يعني يطلع بيساوي ماينس 19.259 فولت. كويس جدا، مش محتاج بقى اقول ايه يساوي واجيب واي اللي هو اي اكس واجيب زد اللي هو عباره عن في 1، ما يعني مش محتاج الكلام ده، يكفيني بس ان جبت في 7 هو ده اللي انا كنت عايز اجيبه من الحته دي تمام. تعالى بقى نجيب ايه ار 7. هجيب ار 7 ازاي؟ عشان اجيب ار 7 هشيل اي اندبندنت سورس، لو كارنت سورس احط مكانه اوبن سيركت، لو فولتج سورس احط مكانه شورت سيركت تمام، واقوم قافل ال 7 دي بفي تيست وماشي في كارنت اي تيست. يلا بينا. لو تلاحظ انا رسمت الاثنين ديبندنت سورسز ما جتش ناحيتهم، انا بلغي الاندبندنت لكن الديبندنت بسيبه زي ما هو. هنا بقى عندي كارنت سورس اللي هو ده، لا ده اوبن سيركت مش موجود خلاص. هنا عندي الار ال هشيلها واحط مكانها ايه بلس ماينس في تيست وماشي فيها كارنت اللي هو مين اي تيست، وهنا عندي فولت سورس اندبندنت احط مكانه شورت سيركت، يبقى انا لغيت تاثيره. وادي عندي هنا ايه ال 25 اوم، ونقفل الدايره بتاعتنا. طيب خلاص كده ناقص بس احط قيمه ده، هو مش ده في اكس وده في اكس على الاثنين، لما شلنا ده وحطينا مكانه في تيست بقى في اكس بيساوي في تيست، يبقى اذا ده عباره عن مين؟ بدل في اكس على 2 بقى في تيست على الاثنين تمام. دلوقتي انا عايز اجيب ريشيو بقى بين في تيست واي تيست عشان اجيب ار ثيفينينز. طيب تعالى ناخد النود اللي تحت دي كلها كده، هاخدها ريفرنس، هسمي النود دي ايه
في تيست وسمي النود دي ايه، اوعى تسميها 2 اي اكس، لا ده في كارنت في البرانش ده، بس على فكره ممكن اسميها ايه من هنا لهنا 4 اي اكس ناقص 2 اي اكس، يعني اسميها 2 اي اكس برضه، بس مش هعمل كده، هسميها مثلا في 1، ولا بلاش في 1 عشان في في 1 فوق هنا، خلي بالك دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، يعني انت في 1 هنا ملوش دعوه في 1 هنا، هسميها في ايه عشان ما ايه ما لخبطش نفسي خالص، في ايه تمام. انا عايز اعمل بقى ايه في المساله دي كلها، في الحته دي عايز اطلع ريشيو بين في تيست واي تيست. طيب فتعالى نبتدي بهنا ونشوف هنحتاج نروح للنود دي ولا لا. يلا بينا، معادله النود دي ايه؟ الكرنت في البرانش ده زائد الكرنت في البرانش ده زائد الكرنت في البرانش ده بيساوي زيرو. الكرنت هنا اللي هو في تيست على 25 بلس الكرنت في البرانش ده اللي هو ماينس اي تيست بلس الكرنت في البرانش ده اللي هو ماينس في تيست على الاثنين، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. مش محتاج اروح للنود دي، ليه؟ النود دي جابت لي علاقه مباشره بين في تيست واي تيست، يبقى انا كل الفكره بس ان انا اجمع في تيست في طرف واي تيست في طرف واقسمهم على بعض. فجمع في تيست الناحيه دي، يبقى في تيست هيتبقى عندي من هنا 1 على 25 ناقص 1 على 2 يساوي اي تيست، يبقى اذا في تيست سوري في تيست على اي تيست يطلع بيساوي ايه؟ 1 على الكلام ده، يعني هات كده 1 على ايه ده؟ نعمل مود 1، هات كده 1 على 25 ناقص 1 على 2 اللي هي نص بيساوي اللي يطلع، هات له اس سالب 1 يطلع بيساوي ايه؟ بيساوي الرقم ده اللي هو 50 على 23. هي كل الفكره بس ان انا كان ينبغي ان انا احط ايه ال في تيست واي تيست بالناحيه العكسيه، يعني ماينس فوق والبلس تحت، هيطلع بيساوي 2.1739 اوم تمام. يبقى مين دوت؟ ده ار 7، يبقى احنا جبنا مين؟ ار 7. طيب عملنا ايه بقى؟ ان احنا استفدنا ايه؟ ان احنا جبنا في 7 وار 7، لا استفدنا كتير. ازاي؟ انا اقدر اشيل الدايره دي كلها واشيل كل الحاجات الموجوده دي واحط مكانها فولت ريسورس اسمه بلس ماينس في 7 سيريس معاه مقاومه اسمها ار 7، وادي الطرف A وادي الطرف B، يبقى انا شلت كل ده وحطيت مكانه في 7 ار 7. ايه بقى طلباتك؟ رقم واحد فايند في اكس اذا كان ار ال ب 5 اوم، ادي ار ال اهي، نحط ار ال هنا ونحط ار ال بتساوي 5 اوم، وعايز ايه؟ بلس ماينس في اكس ده، يا سلام بسيطه جدا، فولتج ديفايدر في اكس بيساوي في 7 في المقاومه على مجموعه مقاومتين، او اجيب التيار واضرب التيار في الايه في ال 5 اوم، يبقى اذا في اكس ايكوال في 7 في ال 5 اوم على 5 اوم بلس الار 7 اللي احنا حسبناه. ده كده مطلوب رقم ايه؟ رقم ايه؟ طبعا تعوض بفي 7 بالماينس 19.25 والار 7 ايه بالرقم اللي انت طلعته. طيب ده بالنسبه لفي 7. طب بالنسبه للمطلوب الثاني فايند ار ال فور ماكسيموم باور، رقم بي فور ماكسيموم باور، ساعتها بقى بدل ما انا احط ار ال ب 5 اوم، لا هشيل الار ال دي واحط مكانها مقاومه ثانيه قيمتها كام؟ هنعرف ان فور ماكسيموم باور بنحط ار ال بتساوي ار 7، يبقى ار ال ايكوال ار 7 يعني بتساوي اللي هي ايه 2.1739 اوم تمام. رقم سي فايند بقى ذيس ماكسيموم باور، البي ماكس قانونها بيساوي ايه؟ في 7 سكوير على 4 ار 7 يطلع بيساوي في 7 سكوير اللي هي الرقم ده يبقى ماينس 19.25 سكوير على 4 في ال R 7 اللي هي ايه 2.1739، طب يطلع بيساوي كذا 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 وات. في سنه من السنين كان في المطلوب رقم ايه دوت، ما كانش طالب الفي الفولتج في اكس عند المقاومه دي، لا هو كان طالب الباور عند المقاومه دي لما تكون المقاومه ب 5 اوم تمام. فهنا تاخد بالك يا باشمهندس او يا باشمهندسه كويس قوي، ان لازم تكون الباور عند المقاومه دي لما تبقى 5 اوم لازم تبقى اقل من الماكسيموم باور، صح ولا ايه؟ يعني المفروض لما احسب الباور هنا مثلا هي في سكوير على ار او اي سكوير في ار تمام،
يطلع الباور هنا مهما طلع رقمها كام، عمره ما يطلع اكبر من ايه، من الماكسيموم باور. طب افرض طلع من ده، يبقى انت اكيد حساباتك غلط، مش محتاجين ان احنا ايه نشك يعني. ساعتها ينبغي بقى انك تدي كومنت كده، لا لو سمحت يا دكتور او باشمهندس انا الاجابه بتاعتي ايه فيها خطا، لان ما ينفعش الباور تطلع اكثر ايه من الماكسيموم باور. ده لو كان طلب الباور في المساله دي، هو ما كانش طالب الباور في المقاومه دي، كان طالب الفولت بتاعها بس. تمام، اتمنى تكونوا يا جماعه يعني استفدتوا حاجه من المسالتين دول. دي من الافكار الجميله اللي ممكن ايه يعني نتعرض لها في موضوع سيفيرنس، وبالتوفيق ان شاء الله.